على عملية نتيجة منتخب غير متوقع؟ هل جرأت المنتخبات العربية ومنتخب اليابان أيضا اليوم أصبح ما في الخوف؟ أكيد. تفضل. أول شيء هناك مؤشرات تدل بأن هناك واحد تصاعد ديال في النقاط من 0 نقطة في 2018-2022، هذا يبين بأن المنتخبات التي شاركت في الدورة السابقة استفادت منها وهيئت لها، أخص بذلك المنتخب السعودي والمنتخب المغربي. وأكيد بأنه الانتصار للمنتخب السعودي حفز كل المنتخبات العربية ومن ناحية المنتخبات الآسيوية، والمنتخب الياباني اليوم على أساس بأنهم لا 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 خوف بالانضباط بالتكتيك، خصوصا وتم ما قاله روميرو بأن كرة القدم الحديثة أصبحت تلعب بكل المؤهلات، كل المقومات، كل العوامل، ولكن تلعب بالرأس بالمخ بالعقل. أكيد بأنه كل العوامل تتشابك فيما بينها، لازم تكون هناك يعني تهيئ ذهني من المستوى العالي، وهنا جانب الاحترافي. وهنا أشير إلى النقطة بأنه البطولة السعودية تعد من أحسن البطولات الاحترافية العربية، إن لم أقول حتى في آسيا، وهذا شيء جد مهم. ثانيا بأنه لو ما تكونش عندك يعني لياقة بدنية من مستوى عالي ما يمكنلكش تجري بإيقاع ديال هذه المباريات من المستوى العالي، هذا هو نيبو، هذا المستوى العالي. صحيح. كأس العالم من المستوى العالي. صحيح. زيادة على هذا لازم تكون عندك يعني إمكانيات تقنية من المستوى العالي، وتكون كذلك عندك مدرب أعطيك تصميم ديال المباراة، ويمكن تكون ملتزم بمهامك وواجباتك سواء الدفاعي أو الهجومي. صحيح صحيح.